النهارده معاكم دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وجراحتها بالقصر العيني جامعه القاهره. النهارده هتكلم معاكم على موضوع مهم وجهاز حديث جدا 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 لعلاج كل مشاكل الاتزان ومدى الحركه اللي تخص كل امراض المخ والاعصاب واي مشكله خاصه بالاتزان، حتى لو كانت الاذن الوسطى، عصب الاتزان، اي مشكله في المخ والاعصاب خاصه بالاتزان. هنتكلم دلوقتي عنها. اول حاجه بنقدر نقيسها بالجهاز ده، بيقيس لنا مدى حركه المريض، تمام. الحاجه الثانيه بيقيس لنا الاتزان الثابت، حاجه اسمها ستاتيك بالانس، وحاجه اسمها الاتزان الديناميكي او الاتزان الديناميك بالانس الاتزان اللي مع الحركه. بيقدر يقيس لنا حاجه اسمها البروبيوسبشن اللي هو الاحساس بالحركه او بالثبات بتاعه المفاصل وبتاعه اجزاء الجسم كلها، وده مهم جدا جدا ولينا. بيقيس كمان حاجه جميله جدا، حاجه اسمها بيقيس الوقت، سرعه رد الفعل بتاعه الجسم وبتاعه العضلات بتاعتك، وبيقيس حاجه اسمها الكوردينيشن اللي هو التوافق العضلي العصبي. يبقى اذا انا اقدر استخدم الجهاز ده فعلا كل امراض المخ والاعصاب، جلطات المخ، الشلل النصفي، البتر، اقدر اشوف الحالات البتر يقدروا ان هم واقفين وعاملين اتزان على الجهاز ده ولا لا. كمان اقدر اعمل اتزان بيه للحالات اللي هي كمان لسه ما قدرتش تقف، زي الناس اللي عندهم مشاكل زي النخاع الشوكي. ده هو فيه جزئين، كرسي زي اللي انا قاعده عليه ده الكرسي، وزي اللي الحاجة واقفة عليه ده الجهاز وهي واقفة. ده بيعالج الشلل النصفي، كل مشاكل الاتزان بقى والرد الفعل والمدى الحركة بتاعت الشلل النصفي بتاعت مرض الام اس اللي هو التصلب المتناثر، بتاعت اي مشاكل عصب الاتزان ومشاكل الاذن الوسطى واللي بتسبب مشاكل في الاتزان، الدوخة، الناس اللي عندهم دوخة، الناس اللي عندهم مرض اسمه التاكسيا اللي هو جسمهم بيترعش وعندهم شلل الرعاش، مش عارفة التاكسيا بالعربي اسمها ايه، مرض في الاتجاه العصبي اسمه التاكسيا، ده برضو بنقدر نعالجه بالجهاز ده ونعمل له تقييم بالجهاز ده، ونقدر نقيس تحسن المريض قبل وبعد الجلسات، تمام؟ دلوقتي هنشوف. بنقيس اول حاجه مدى الحركه في العينه، هقول لها دلوقتي العينه اللي معانا دي حاله من الحالات اللي كان عندها جلطه بالمخ، عايزين نحرك الكوره دي في اتجاه السهم القدام. هاي حاجه صفيه كده، ايوه، امشي بقى على السهم ده القدام. برافو 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 بروف. حاولي ما تتحركيش، حاولي ما تتحركيش، ونمشي لقدام على في السهم. بتتحسني بتتحسني، احسن احسن كتير، برافو عليكي. هي قدرت تعمل الاكسرسايز ده كويس. هنقدر كل مدى الجهاز بيصعب التمرين هنحرك الكره دي في اتجاه الشمال، زي ما انتوا شايفين لما جيت انا كمان اتحرك بالكرسي هو كمان بيتحرك، للناس اللي لسه مش قادره تقف. فبقدر ده كده هو بيقيس الرينج وفي مدى الحركه بتاعتها. لا انت كده بعدتي عن السهم، احنا عايزين نمشي على السهم. برافو عليكي. كمان بقدر استخدمه على فكره في حالات البتر، هنوريكم اتجاه السهم الناحيه اليمين. نحاول نبقى على السهم، تمام. دلوقتي هو هيدينا هيقيس حاجه اسمها الاستاتيك بالانس، الاتزان الثابت. هيقول لك ان انت تحاولي ما تخرجيش عن الدايره اللي هي اللي لونها اورنج دي اللي في النص، تمام. نبدا، ما تخرجيش طول ما انت جواها لحد ما الوقت بتاعك يخلص، حاولي تحافظي على وضعك في الوضع ده. احنا كده بنقيس الاتزان الثابت وقدرت تحافظ على نفسها في الوضع ده.
حلو قوي. اللي بعده حرك الكورة وبيقول لك ما تخرجيش عنها لحد ما اخلص الوقت بتاعي من فضلك. بدأنا نعد، خلي بالك بدأ يعد، الوقت بتاعك هيخلص، ما تتحركيش بره الكورة. تمام، بيقول لك انك عملتي الاكسرسايز. اللي بعده حركهالك تاني في السنتر وبيقول لك ان انتي ما تتحركيش بره الدايرة اللي لونها اورنج. تمام، هنحاول الشمال شوية. هو بيقول لك حاولي تحافظي على اتزانك في الجزء ده، هو بيطمن ان انت متزنة في كل الايه، في كل الاتجاهات. هايل هايل. هيبدأ يعدلك الوقت، ادخلي جوه الدايرة عشان يعد الوقت. زي ما انتوا شايفين الجهاز ما بيبدأش يعد الوقت غير لما هي بتدخل جوه الدايرة. اللي بعده هل بيقولك ان انتي حاولي ان انتي تقفي في الدايرة الحمراء دي في النص. تمام، انتي هتقفي في النص. تمام، وبعد كده لا انت المفروض تقفي في النص وبعد كده تتحركي ناحيه الدايره الحمراء. خلاص ماشي، عايزاكي تحفظي مكان الدايره اللي انت اتحركتي ليها. تمام تمام، هنبدا التمرين. بيقولك وقفي في النص لوحدك وتحركي وتخيلي ان الكرة الحمراء موجودة وروحي عند الدايرة الاورنج. تمام، عملتي؟ لا مفيش كرة حمراء. ما هو بيقولك تخيلي انت ان هي موجودة وخليكي في النص وروحي جوه الدايرة البرتقالي. يعني هنعيد التمرين ده عشان يشوفك هتعرفي تتصرفي وتتحركي صح ولا لا وانتي مغمضة عنيكي، كأنك مغمضة عنيكي بس انتي مش مغمضة عنيكي. تمام، بيقولك خليكي جوه في النص جوه الكورة الحمراء. خلاص تمام، هتتخيلي بقى ان الكرة الحمراء تاني موجودة عشان هي هتختفي دلوقتي. خلاص هتختفي. خلاص هو بيقولك ان انتي هتفتحي الاكسرسايز ده، عايز يشوف الرياكشن بتاعي بيك. بيقولك ان احنا هنبدأ وانتي تحاولي تحركي الكورة دي تجيبيها في النص. خلاص حاضر يا دكتور. تمام، برافو، بيقولك فيري جود، شاطرة جدا. الكرة بقت في اليمين، هتحاولي تجيبيها في النص.
بيقولك اتحركي بسرعة على قد ما تقدر. خلي بالك عشان هو بيعدلك الوقت. روحي. حاولي تمشي على الخط اللي هو رسمهولك فوق وتحت. فوق وتحت ابسنتي، لازم تحاولي تمشي على الخط. برافو عليكي، جيتي كده على الخط. فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. لا لا، انتي مش ماشية على الخط. هنحاول نمشي على الخط فوق الأول. ركزي 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 ركزي. فوق على الخط الاسود، صعب عليكي. هو على فكره فعلا كل مدى القياسات بتبدا تبقى اصعب، تمام؟ ولسه في قياسات اصعب من كده كمان. خلاص، المفروض بقى ان احنا لما بنيجي نقيس بنعمل ايه؟ بيقول لك اتحركي من الوضع ده على قد ما تقدري قدام وعلى قد ما تقدري ورا. قدام قدام قدام، فوق يعني، فوق فوق. وحاولي، هو بيقولك يعني يا ريت تكوني على الخط. هو كده التمارين ايه او الاختبارات بدأت تبقى صعبة عليها. هي عملت اللي قبل كده كله كويس، بس دول بدأت يبقوا صعبين عليها. احنا دايما بنعمل الاختبارات دي، بنعمل يعني اول ثلاثة، وبعدين الثلاثة التانيين بنعملهم يعني بنعملهم على مرتين. دايما بنعمل كده. فنش المفروض بقى انه في نهاية الاختبارات، هو دلوقتي بصوا رسم لها خط يمين وشمال، المفروض ان هي هتمشي على الدايره دي يمين وشمال. طب برافو عليك، طب حلو، عرفتي تجيبيها. طب كويس، يمين وشمال، يعني تاخدي اليمين للاخر وبعدين الشمال. انا كده بقيس التوافق العضلي العصبي بتاعها يمين وشمال، والمفروض ان انا ما بحثش عن الخط. تمام، هو بيقول ان هو خلص الاختبارات. وبعدين احنا المفروض ان احنا بنطبع شيت بيبقى فيه ايه كل التفاصيل، نتائج الاختبارات اللي هي عملتها، هيبقى علينا كلنا فيها كل حاجة. تمام، هيقول لنا فيها رينج اوف موشن، بيقول لنا فيها كل حاجة عنها. تمام، بنديله امر الواو بنطبعه تحت، وبيدينا شيت بقى بيقول لنا التحسن بتاع المريضة دي المرة دي وصلت لكام. بنشتغل معاها الجلسات المكثفة بتاعتنا 6 ساعات في اليوم، وبعد كده بنرجع زي كل شغل الجهاز العصبي بتاعنا، صح، من 6 لـ 8 ساعات يوميا شغل مكثف، وكل حوالي شهر نتابعها على الجهاز ونشوف اتحسنت ازاي. ده جهاز السنسا بالانس.